جرت صباح اليوم بوزارة الاقتصاد والتخطيط توقيع الاتفاقية التعاون بين البلاد ومنسقية مشروع التنمية بجمهورية هولندا في إطار توفير المياه الصالحة للشرب بمدينة جميلة. وقد مثل البلاد في هذه الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار. تقرير بحر الدين عبد الشافي التوت. في إطار التعاون المشترك بين البلاد وشركاء التنمية وخاصة الدول الصديقة، جرى اليوم حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين جمهورية تشاد ومنسقة مشروع D2B للتنمية بجمهورية هولندا، ويأتي ذلك دعما لبرنامج مشروع توفير المياه والصرف الصحي الصالحة للشرب بمدينة أنجمينا وضواحيها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 2 مليون يورو. هذا وقد تحدث وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار مقدما الشكر لمنسقة المشروع للتنمية على وقوفها في دعم برنامج الحكومة. من جانبها منسقة البرنامج أفادت في خطابها بأن منظمتها تدعم سياسة الحكومة الرامية إلى توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين الحياة الاجتماعية والصحية. وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي انجيتو يامباي ترينا أشار في خطابه إلى أهمية البرنامج والهدف من تنفيذ هذا المشروع التنموي، مضيفا بأنه يعد من أولويات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وننوه إلى أن مدينة أنجمينا ستشهد إنشاء صحاريج ومضخات مياه وآبار ارتوازية خلال الأشهر المقبلة بغية توفير المياه الصالحة للشرب.